لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لو لم يتم تسجيل هذه اللحظات في مكة لما صدقها أحد. إليك أغرب الأشياء التي التقطت في الحرم المكي. لو لم يتم تسجيل هذه اللحظات في مكة لما صدقها أحد. إليك أغرب الأشياء التي التقطت في الحرم المكي. أولا، شخص ما قام بتحطيم الزجاج الجانبي الخاص بجبل الصفا، وذلك عن طريق كرسي حديدي، وتم القبض عليه. ثانيا، في هذا المشهد يظهر رجل بحوزته زجاجة مليئة بالنقود، وكان بجوار الكعبة، وبعدها ألقت الشرطة القبض عليه. ثالثا، يظهر في هذا المقطع شاب إفريقي يقوم بتحطيم المصابيح بجوار الكعبة وهو صاعد على كرسي، وهذا الحدث أيضا أصاب الكثيرون بحالة من الذعر أثناء الطواف. رابعا، في هذا المقطع التقطت الكاميرات شابا إفريقيا يقوم بالسرقة في الحرم، وتمكنت الشرطة من القبض عليه. خامسا، شاب يعرض الزواج على إحدى الفتيات في الحرم، ويقوم بالركوع لها على ركبتيه ليقدم لها خاتم الخطوبة. لكن دعونا نتساءل كيف حدث هذا في الحرم المكي، إنه لأمر غريب جدا. سادسا، يظهر هذا المقطع شابا يقوم بالتدخين أثناء صلاة الجماعة في الحرم المكي، ولكن شاهده أمن الحرم وقاموا بالقبض عليه. سابعا، تظهر الطلاميس سحر وتعويذة معلقة في ستار الكعبة، ولكن أكدت إدارة الحرم أنها أدعية من الزوار. ثامنا، طفل يظهر أمام إحدى كاميرات الحرم بشكل مفاجئ أثناء بث لصلاة التراويح مباشرة. هناك من المشاهد النادرة في الكعبة المشرفة التي لو لم يتم تصويرها لما صدقها أحد. أولا، في هذا المشهد شخص يحاول كسر زجاج حبل الصفا ويصعد على الحبل وهو ينادي أنا المهدي، وأكدت الشرطة بعد التحقيق أنه مريض نفسي وتم تحويله على الفور إلى الجهات المختصة. ثانيا، من الأحداث التي أثارت القلق في نفوس المسلمين هو هذا المشهد الذي يظهر فيه رجلا يحمل زجاجة من الوقود، واعتقد أنه يحاول حرق الكعبة أو الانتحار، وهو ما نفاه رجال الأمن بعد التحقيق مع الرجل الذي كان يحاول فقط لفت الأنظار إليه للمساعدة في مشكلة تخصه. هذا المشهد يرجع إلى عام 2014 لشاب من بلد إفريقي يكسر مصابيح حجر إبراهيم عليه السلام بواسطة كرسي، وقد أصاب هذا المشهد الرعب في نفوس زوار الحرم المكي، وأكد المتحدث الرسمي باسم أمن الكعبة أن هذا الشخص مريض نفسي. رابعا، هذا المقطع مؤسف لشاب يسرق في لقطة كانت كاميرات المراقبة موجهة إليه، واعتقله أمن الحرم المكي، ولا تعليق على ذلك غير لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا، هذا المقطع الأخير للطفل القطري المعجزة، عالم المفتاح وسفير الطفولة، وهو يطوف حول الكعبة بدون استخدام الكرسي المتحرك. لا تنسى أن تكتب في التعليقات سبحان الله وبحمده، وإن أكملت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. والآن نهدي لكم هذا الدعاء الجميل للرزق. إذا كنت تعاني من الفقر والدين فردد معي هذا الدعاء لعل الله يتقبله منا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء،